انت شو عم تحكي يا ابو عزمي؟ مثل ما عم قلك، مديت ايدي ادور عليهم هون هون ما لقيتهم، لحقت حالي بكفي. انت متاكد انك ضيعتهم عنا هون بالحاره؟ 100%. لك انت قلب الحصه عم حاسب الناس، هذا عم بعطي حقه وهذا عم بعطي حقه. حصل خير، حصل خير. اللي عقيد دخيلك، ايدي بزنارك، شو عمل؟ ابو عزمي بعد شغيرك جوال على الحاره يعمل بين الناس انه في مصاري مسروقين يا وام. لح ابعت وكمان لح قل له يلي بيلاقيهم له مكافأة 25 مجيدية. الله أكبر. فيها مصاري إلو حلال زلال 25 مجيدية. يا أهالي المروة يلي بلاقي سرة فيها مصاري إلو حلال زلال 25 مجيدية ويتفضل على مضافة العقيد. يا أبو ضاي، يا أهالي بالغاية، يا أبو ضاي شوي بالله. أمرني. هلا حضرتك صاحب السرة اللي عم تنادي عليها؟ لا والله لا معلمي. ايوه طيب مين معلمك؟ معلمي أبو عزمي تاجر من تجار الشام. طيب أنتو عنكن علامة السرة؟ ليش لقيتها؟ إيه لقيتها والسرة معي، بس أنا ما بعطيكن إياها إذا ما كان في علامة أنتو حافظينها منها. فيها 100 مجيدية ولونها أسود. مظبوط. ليك لك الله يجزيك الخير. ما حذرت. الدنيا في حياة وموت، وأنا ما بعطي هاي الأمانة غير لصاحب الأمانة. إيه شو عليه؟ شرف معي. شرف. الحمد لله، مال الحلال والمزكة ما بيضيع. الله يسلم هالإيدين يا عمر. عمي أبو عزمي عمر. والنعم. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. الله يسلمك يا رب يا عمي أبو عزمي. يعني الحمد لله اللي وعوا بين إيدي، ما وعوا بين إيدين حدا غريب. يعني بتعرف حاكم، النفس أمارة بالسوء والبني آدم طماع. إيه والله، إيه والله، النفس أمارة بالسوء وبني آدم طماع. طيب يلا مشي الحال. عمي أبو عزمي، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك إياها، بس أنت كأنك هيك نسيت أنك تعطيني المعلوم. أنو معلوم؟ لا هي ما حبيتها منك بالمرة. الحق حق، يعني أنا كان بإمكاني أنه أخذ السرة وما ورجيك إياها بالمرة، بس الله وكيلك أنا زلمة مربع العز وبخاف من الحرام خيرات الله. ما شاء الله عليك، فتح كتير كتير ومركز كتير. لك يا عمي أبو عزمي، مو أنت قايل أنه اللي بيلاقي السرة إله مكافأة 25 مجيدية؟ يا جواد، يا جواد. ايه معلم؟ أمرني. صرفه. شوف يا معلم عمر، انت اخذت حقك وزيادة. حقي؟ وانو حق عم تحكي عنه سيدو؟ المعلم ابو عزمي كان حاطط خاتم زمرد بالكيس، وينو الخاتم؟ خاتم زمرد؟ الله الله وكيلك انا ما شفت شي بالمرة. حبيبنا هذا الخاتم كان موجود بالصرة وانت اخذته لطشته، والخاتم حاوديك الحسبة. لك اقسم بالله العظيم انا ما شفت شي ولا لطشت شي. شو هالحكي هاد اللي عم تحكي لك عمي ابو عزمي؟ ما علينا، انت من طريق ونحن من طريق، منيحة. شو يعني؟ بكون تاكلوا حقي؟ لا نحن منعتبر انه ما في خاتم وكمان ما في مكافأة. ايوه ماشي نتحاسب. ايدك وما تعطيك، خوفتنا والله. معلم بلكي خبر العقيد. طب انت ليه ما اعطيته حقه؟ روح روح من وشي، روح من وشي. انا الحقيقه يا عقيد ما بدي غلبك معي، بس انا
يعني بدي اعرف اذا انت بترضى لي اياها ولا لا. لك عمار اكيد ما برضى لك اياها، بتعرف ليش؟ لاني متاكد انه هذا حقك 100%، وانا ما بسكت عن الحق على قطع رقبتي. والله انا ما بدي سبب لك هيك احراج ووجع راس يعني، واذا بدك بنسى على القصه كلياتها، بس انا بدي اياك تعرف هذا ابو عزمي الندل على حقيقته. لك عمار ما حبيت منك منوب هيا. انا لو بدي اسكت عن الحق ما كانوا حطوني عقيد الحاره. اوعك انا بعت وراها لابو عزمي وهلا بدي ربي لك اياه شلون بده يكذب مره تانية. السلام عليكم عقيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين ابو عزمي يعود. خير عقيد؟ قال بعت وراي. اي والله يا ابو عزمي بعت وراك، لانه هذا الشاب المسكين اللي اسمه عمر اللي قاعد جنبك اجى لعندي والتجأ لي عم يقول لي انك ما رضيت تعطيه حقه من المكافأة اللي انت وعده فيها. مزبوط؟ وما قال لك انه لطش خاتم زمرد حقه هذيك الحسبة؟ والله يا ابو عزمي انا اللي بعرفه انه عمر من زينة شباب الحارة وانضفها، وبحياته ما مد ايده على الحرام. بعدين عمر لو بده يمد ايده على الحرام ما كان رجع لك السرة بالاصل. ما اختلفنا، بس هي بيكون ضرب عصفورين بحجر، منا شفط الخاتم الزمرد ومنا ابن حلال طلع. انا ابن حلال غصب من عنا. عمار هدي حالك وعود. عقيد مو سمعانه شو عم يحكي؟ عم اقول لك هدي حالك وعود. خلص عود. امرك مثل ما بدك. ابو عزمي وين سرت الذهب؟ ليكا ناوين يا هالحكم بيناتكم. تفضل. ايه عمار انت عم تقول انك لقيت سره فيها 100 مجيدية مزبوط؟ يشهد ربي يا عقي مثل ما لقيتها هي بإيدك، ما قربت منها بالمرة ولا فتحتها. وانت يا ابو عزمي عم تقول انك ضيعت سره فيها 100 مجيدية وخاتم زمرد مزبوط؟ مزبوط. يا عين عليك، معناته هي السرة اللي لقاها عمر غير السرة اللي انت ضيعتها. بس هي فيها 100 مجيدية. مزبوط، بس عادي بتصير يعني، لأنه مستحيل يضيع خاتم الزمرد وما يضيعوا ال 100 مجيدية. والمعنى؟ أنا برأيي يا أبو عزمي ترجع تبعت شغيلك جواد على الحارة يا عمي بين الناس إنك مضيع سر الذهب فيها 100 مجيدية وخاتم زمرد، من شان اللي يلاقيها يرجع لك إياها، لأنه هذا حقك. وأنت يا عمار هي سرة الذهب بتضل معك لأنك أنت اللي لقيتها وهي أمانة برقبتك. من هون لسنة لحتى يجي صاحبها ويعطيك العلامه اللي بنتفق عليها انا وياك بيني وبينك، بتبقى بترجع له اياها. وايش كان ما اجى من هون لسنه هي السر حلال زلال عليك. الله يكتر خيرك يا عقيد، يخلينا اياك ويجبر بخاطرك. خير الله عمر، خير الله. روح تيسر. يلا روح، الله معك. السلام عليكم.